نرى الروم ونرى الفرس ونرى في الهند قديما ونرى في البربر في المغرب قديما قبل دخول هذه البلاد الإسلام تسلطوا على المسلمين ولم يستطيعوا أن يقهروهم. بعد ذلك جاءت الحملات الصليبية تحت نزعة دينية وعصبية دينية شديدة، وكان الغرض منها القضاء على هذه الأمة، لكنهم لم يستطيعوا. جاء بعدهم وفي أطرافهم، يعني هذا سلم لهذا، التتار، حتى إن هناك وثائق كثيرة تثبت تعاون التتار مع الصليبيين لإبادة هذه الأمة، والفظائع التي ارتكبها المغول فظائع شديدة، ولكن الله سلم وبقيت الأمة. جاء بعد ذلك الاستعمار بكل صنوفه، من طنجة إلى جاكرتا ومن غانا إلى فرغانا، احتلتنا القوات والجيوش وكذا إلى آخره، ولم يستطيعوا أن يبيدوا هذه الأمة. على العكس من ذلك، نفضت الأمة عن نفسها الجهالة، ونهضت الأمة بحالها ضد هذا العدوان، وتحررت الأمة بعد ما لا يزيد عن 80 في بعض البلاد، عن 120 في بعضها الآخر، ولكن استردت أرضها وكرامتها وبقيت كينونتها. فاستجاب الله سبحانه وتعالى لنبينا الذي أخبر حذيفة أنه كان معه أثناء هذا الدعاء ألا يسلط الله على هذه الأمة أحدا من خارجها.